بعد ما اتكلمنا بالحلقة اللي فاتت عن الشيعة ونشأتها وأصل التسمية، واللي ما شافش الحلقة اللي فاتت ممكن يشوفها من الضغط على البايو اللي هيظهر دلوقتي. يبقى علشان نكمل كلامنا عن الشيعة لازم نعرف أصل الخلاف بين السنة والشيعة كان ليه، وهنتكلم بالحلقة دي عن حروب الشيعة الكتيرة والكبيرة، ونعرف هي الحروب دي كانت ليه وليه كلها مع السنة. ده يخلينا قدام نتيجة واحدة، وإن حروب الشيعة ما كانتش علشان الفتوحات الإسلامية، وأنا بتكلم على الحروب اللي قبل الدولة العباسية، وبتكلم تحديدا عن معركة الجمل ومعركة صفين ومعركة النهروان ومعركة كربلاء. ومعركة كربلاء دي لوحدها الكلام فيها هيكون كتير، لأن فيها استشهد سيد شباب الجنة سيدنا الحسين ابن سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، وهنتكلم عن ازاي استغل الشيعة الحادثة دي علشان يروجوا اكتر لمذهبهم. معاكم محمد متولي، ويلا بينا نكمل رحلتنا مع سلسلة الشيعة صراع بين العصور. المعركة الاولى معانا بحلقتنا النهاردة هي معركة الجمل. حدثت معركة الجمل في سنة 36 هجريا بين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وكل من السيدة عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير بن العوام. الشيعة شايفين بأن سبب خروج طلحة والزبير بن العوام بأنهم بيعوا الإمام طمعا في منصب، وده اللي ما حصلش، فخرجوا عليه وخدوا القصاص لمقتل عثمان حجة لعزله عن الخلافة أو قتله. وإن السيدة عائشة رضي الله عنها هي اللي حرضت الناس على قتل سيدنا عثمان، فهي اللي قالت اقتلوا عثمان فقد كفر، وطبعا ده من وجهة نظر الشيعة. وكمان أثارت الحرب وحرضت طلحة والزبير وأخبرتهم بأن الإمام علي هو اللي قتل عثمان بن عفان أو سهل بقتله. وعلى الجانب الثاني السنة شايفين إن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما كانش قادر إنه ينفذ القصاص في اللي قتله سيدنا عثمان بن عفان، مع علمه بالمسؤولين عنهم، وده لأنهم سيطروا على الأمور في المدينة النبوية بالكامل، وكمان شكلوا فئة قوية ومسلحة كان من الصعب القضاء عليها. علشان كده شاف سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إن الانتظار هيكون أفضل الفرص المناسبة للقصاص. بس بعض الصحابة وعلى رأسهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رفضوا اللي بيحصل، وشافوه تباطؤ في تنفيذ القصاص بعد 4 شهور على بيعة سيدنا علي بن أبي طالب من غير ما ينفذ القصاص. وخرج طلحة والزبير لمكة وتقابلوا مع السيدة عائشة اللي كانت راجعة من أداء فريضة الحج في الوقت ده، واتفقوا على الخروج للبصرة علشان يقابلوا اللي فيها من الرجال، وده لأنهم ما كانش عندهم أي رغبة بالقتال، بس كانوا بيعملوا ده تمهيدا للقبض على قتلة سيدنا عثمان بن عفان وتنفيذ القصاص فيهم. وكانت نتيجة المعركة مقتل الآلاف، وكمان اتقتل فيها طلحة والزبير بن العوام. هنروح للمعركة الثانية معانا وهي معركة صفين. وكانت معركة صفين بين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعاوية بن أبي سفيان. ومعاوية كان والي الشام في عهد عثمان وعمر بن الخطاب، وده بعد ما عزلوا علي بن أبي طالب من منصبه. رفض معاوية قرار العزل، وكمان امتنع عن تقديم البيعة لعلي، وطالب بالصقر لابن عمه عثمان، وكتير بيشككوا بأهداف معاوية المعلنة، وده لأنهم شايفين إن معارضته لسيدنا علي كانت لأسباب وأطماع سياسية، وكانت لشيعة علي دور في المعركة. لما ورد في المصادر الشيعية إن علي لما سأله أبو بردة بن عوف الأزدي وكان من اللي رافضين مبيعته قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت القتلى حول عائشة والزبير وطلحة بما قتلوا؟ فرد عليه:
قتلوا شيعتي وعمالي، وقتلوا أخا ربيعة العبدي رحمة الله عليه في عصبة من المسلمين، وقالوا لا ننكس كما نكستم ولا نغدر كما غدرتم، فوسبوا عليهم فقتلوهم. فسألتهم أن يدفعوا إلي قتلت إخواني أقتلهم بهم، ثم كتاب الله حكم بيني وبينهم، فأبوا علي فقاتلوني وفي أعناقهم بيعتي ودماء 1000 رجل من شيعتي فقتلتهم بهم، أفي شك أنت من ذلك؟ وأدت المعركة إلى مقتل 70,000 رجل، منهم من أتباع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عمار بن ياسر اللي قال عنه سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وهنروح معانا للمعركة الثالثة، وهي معركة النهروان. معركة النهروان كانت سنة 38 هجريا بين جيش علي بن أبي طالب وجيش الخوارج، وانتهت المعركة بانتصار سيدنا علي ومقتل جميع جيش الخوارج واللي كان عددهم 4,000. وورد بالمصادر الشيعية قوله لهم عندما وصلوا حروراء: يا قوم، ليس اليوم أوان قتالكم، وستفترقون حتى تسيروا 4,000، فتخرجون علي في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا الشهر، فأخرج إليكم بأصحابي فأقاتلكم حتى لا يبقى منكم إلا دون 10. واتقتل علي بن أبي طالب بعد كده على يد عبد الرحمن بن ملجم ثأرا لجيش الخوارج في معركة النهروان. وهنيجي معانا للمعركة الرابعة، وهي معركة قربلاء. وعشان نعرف تفاصيل معركة قربلاء، خلونا نتكلم بالتفصيل الأول ليه أساسا حصلت معركة قربلاء. لأن في المعركة دي اتقتل سيد شباب الجنة، زي ما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحسين ابن سيدنا علي كرم الله وجهه، والسيدة فاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشيعة بيعتبروا الأمويين مغتصبين للخلافة من أبناء سيدنا علي الحسن والحسين، لأن لما تولى علي الحكم معاوية كان والي الشام في خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان، فعزلوا سيدنا علي من منصبه، بس معاوية زي ما قلنا قبل كده رفض قرار العزل. وكمان بعد وفاة سيدنا علي خد الخلافة من ابنه الحسن، بعد ما اضطر سيدنا الحسن للصلح مع معاوية حقنا لدماء المسلمين. وكمان بعد ما عرف بوجود خونة في جيشه اللي كان هيقاتل جيش معاوية بيه سنة 41 هجريا. ومن شروط الصلح في مصادر الشيعة، وركز معايا بمصادر الشيعة دي، إن معاوية ما يسميش نفسه أمير المؤمنين، واللي هيموت من الجنود بتوع معاوية ما يبقاش شهيد، ولا يسب علي، ويرجع الحكم بعد معاوية للحسن وبعديه لأخيه الحسين. ومعاوية ما نفذش الكلام ده، لأنه كان بيسب سيدنا علي، ومش بس كده، وبيؤمر الناس بكده. وقتل حجر بن عدي وأصحابه وكانوا من الشيعة، وقتل الحسن ابن سيدنا علي كرم الله وجهه بالسم. وفي سنة 61 هجريا اتولى يزيد بن معاوية الخلافة، وبكده تم نقض أحد شروط الصلح، وهو تولى الحسين للخلافة بعد وفاة معاوية، فما كانش من الحسين إلا بالخروج مع أصحابه وأهل بيته ليصل لمكان يسمى قربلاء، وعلشان يتقابل بالجيش الأموي ويتقتل هو وأصحابه. وأدى مقتل الحسين والطريقة اللي اتقتل بيها إلى حدوث ثورات ضد حكم بني أمية. وقبل ما نختم لازم نعدي على طوائف الشيعة، هم كم طائفة؟ الشيعة يا حبايبنا 10 طوائف، هم
الزيدية والقرامطة، الإسماعيلية والعلويين، الدروز والكسانية، الفطحية والوقعية والبترية، وطبعا الاثنى عشر. طب الشيعة فين في العصر الحاضر؟ وكمان ايه هي الطوائف المسيطرة عليهم؟ الشيعة الاثنى عشر هي الطائفة الأكبر، وبعديها الإسماعيلية، وبعديها الزيدية بنسب صغيرة، وبيتراوح عدد الشيعة في العالم ما بين 154 و 200 مليون نسمة، بنسبة 10% إلى 13% من إجمالي عدد المسلمين في العالم، وبيعيش منهم بين 116 و 147 مليون نسمة في قارة أسيا، بما يعادل 3/4 عدد المسلمين الشيعة الكلي، وبيعيش الربع الباقي في شمال أفريقيا، ويتراوح عددهم ما بين 36 و 44 مليون نسمة. بيتركز معظم الشيعة من 68 إلى 80% في 4 دول، هي إيران حوالي 70 مليون، وباكستان والهند والعراق، وفيها حوالي 90 مليون نسمة مجتمعين. وهنختم بحكم يوم القيامة عند الشيعة وحكاية المهدي المنتظر محمد ابن حسن المهدي، واللي فعلا حاجات ما يصدقهاش عقل. بحسب الرواية الشيعية، بعد وفاة الإمام الحادي عشر الحسن العسكري، غاب ابنه محمد ابن الحسن المهدي عن الأنظار، وبيعتقد المسلمين الشيعة إنه لسه على قيد الحياة، وإنه في عزلة من سنة 941 هجرية، وكمان يجب على المؤمنين انتظاره علشان يهزم قوى الشر ويعود للأرض ويقيم مملكة صالحة، وده لما يكون يوم القيامة قرب. المهدي المنعزل هو الإمام الاثنى عشر، وبيعتقدوا كمان إن الله اداله قوى خارقة للطبيعة، وده اللي خلاه يعيش لفترة أطول من الناس العاديين بالاختباء بمكان سري. وكمان بيعتقدوا إن المهدي هو كمان من نسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي كرم الله وجهه، وإن ظهوره هيقضي على كل المظالم والصراعات، وهيبني مجتمع مثالي، وده اللي هيخلي الناس تحقق الحياة الروحية الكاملة، وده اللي صورته وثيقة شيعية من القرن العاشر إزاي هيظهر المهدي المنتظر، واللي نصها هنقوله بالتفصيل دلوقتي. كانت هناك صرخة من السماء سمعها الجميع بلغتهم الخاصة، وظهر وجه وجسد في وسط الشمس، قام الموتى من قبورهم وعادوا إلى العالم وتعرفوا على بعضهم البعض. سيكون هناك 24 مطرا غزيرا متتاليا، وستولد الأرض من جديد بعد أن تغسلها وتباركها الأمطار الغزيرة، وسيذهب المهدي الشيعي عليه السلام التقي بأمراض جميع مؤمن الشيعة، ثم سيعلمون أن المهدي موجود في مكة فسيذهبون إليه وينصرونه، وفي زمن المهدي سينكشف الظلم وتصبح الطرق آمنة، سيتم حكم العالم، وسيتم توزيع ما هو مستحق على الأشخاص الذين يستحقونه. سيؤمن أتباع جميع الأديان بالإسلام ويستسلمون له، وحينها لن يحتاج الناس إلى الكرم، لأن كل المؤمنين سيجلسون على الثروات. ويوم القيامة باستثناء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي رضي الله عنه، تعتقد الشيعة إن الأئمة سيشفعون للبشر ويعتقدون أنهم سيرجعون إلى الدنيا، وبدون شفاعتهم لا يمكن للبشر الهروب من نتيجة ذنوبهم. هناك حديث بالشيعة، وركز إنه بالمصادر الشيعية، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة لسيدنا علي كرم الله وجهه: أقسم أن 3 أشياء صحيحة، الأول هو أنك أنت وذريتك محكمين للبشرية، والثاني هو أن تعرض الناس على الله وإلى الله ملكوت السماوات، والثالث أنت الحكم الذي لا جدال فيه، لا يسقط في النار إلا من لم يعرفك، وده
زي ما قال الباحث الشيعي محمد باقر المجلسي. يمكن للمسلمين الشيعة إنه يتغفر لهم جرائمهم مهما كانت من خلال شفاعة الإمام، وبغض النظر عن الخطأ، فإن إيمانهم بالإمام وحده يضمن لهم حسناتهم لدخول الجنة. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة اللي طولت شوية، وآسف إنها طولت. ومعدنا الحلقة الجاية مع الدولة الفاطمية. مين بقى معانا لحد دلوقتي اللي معانا نقول له انت بالقلب دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.